في 25 يناير فتح الورد اللي عاش سنين مكبوت ودبلان في جناين مصر. بيد الشباب بدأت الدعوة على الانترنت للتظاهر وللثورة في الشوارع وفي كل محافظة. خرج شباب مصر يهتفون. الكبار الذين سخروا واتهموا نزلوا إلى الشوارع، وفي حماس الشباب المصري احتموا من كتائب الأمن المركزي التي طالما قهرت مظاهرات وسحلت مواطنين. في 28 من يناير تكرر المشهد. خرج الشباب من الجامعات والمدارس واخترقوا الشوارع وقهروا الأمن حتى وصلوا إلى ميدان التحرير، وفي الميدان اعتصموا وبدأوا في رفع شعار ارحل. نجح شباب مصر في خلع حسني مبارك بإرادتهم وبصبرهم وتمسكهم بالبقاء في الميدان رغم حملات التشويه وأصوات الإحباط التي كانت تطالبهم بفض التظاهر. سقط العشرات شهداء الحلم، حلم الرحيل وتغيير النظام وثورة على امبراطورية مبارك، وتحولت دماء الشهداء إلى سلاح جديد في معركة الثورة. نجح الشباب بإرادتهم في تحويل محاكمة مبارك وأسرته ورموز نظامه إلى واقع، وطالبوا بالدستور أولا وبعزل الفلول وبتشكيل مجلس رئاسي يحمي مصر من أخطاء المجلس العسكري وقلة خبراته. ولم يسمع أحد، ومرت الأيام ووصل الجميع إلى النقطة التي أدركوا من خلالها أنهم أضاعوا فرصة العبور بالثورة إلى بر الأمان حينما رفضوا الاستجابة إلى مطالب الشباب كاملة. مع كل تحرك سياسي وفي ساحة سياسية امتلأت بالصفقات والتحالفات، غفل الشباب عن إنشاء اتحاد أو تحالف يجمع قواهم التي نجح أصحاب المصالح في تفرقتها. ومع صعود التيار الإسلامي وفشل الشباب في الحصول على تمثيل جيد بالبرلمان، بات واضحا أن شباب الثورة في مأزق حقيقي، هو ذات المأزق القديم الذي خلقه نظام حسني مبارك. عدم وجود فرصة للمشاركة، وتشكلت حكومات ومجالس وهيئات استشارية وأحزاب، ولم يكن في صفوفها أو في مراكزها القيادية شباب الثورة أصحاب الحق الأصلي والحصري في حلم 25 من يناير. فهل تاهوا وسط زحام السياسة؟ هل سحرتهم أضواء الشهرة؟ أم كانوا ضحية ألاعيب وصفقات أهل السياسة؟ وهل أمامهم فرصة ثانية للعودة لقيادة هذه الثورة في مسارها الصحيح؟ أهلا وسهلا بحضراتكم. أنا قلت لحضراتكم أن أنا معايا 5 من الضيوف الأعزاء من شباب مصر، من شباب بتتراوح أعمارهم لكن كلهم كان لهم دور في هذه الثورة. ولما بنقول شباب الثورة لا أقصد اللي بتشوفوهم في التلفزيون بس، شباب الثورة ده كان كتير، كان بالملايين. شباب الثورة اللي عمل تغيير في مصر حقيقي، لكن في مجموعة من الرموز كانت بتظهر طول الوقت، بتظهر في المؤتمرات، في الندوات، في الحركات، في التجمعات، في التلفزيونات، في الإذاعة، في الصحافة، كانت هي دي اللي بتمثل شباب الثورة، كانت صوتهم اللي بينقلوا لنا أحلامهم. وخلونا نقول إن كان هيبقى في تغيير وإيديهم موجودة، لديهم أفكار مختلفة، فيهم شباب متعلم كويس وسافر برا، لكن فجأة كتير منهم اختفوا. ضيوف النهاردة مش لازم بالضرورة يكونوا هم المعنيين بكلمة فين شباب الثورة، لكن في شباب كتير اختفى. شباب اختفى قد يتحمل هو المسؤولية، زي ما بعض التعليقات اللي جت على الفيسبوك إن هم اختفوا وانسحبوا من الحياة السياسية وتركوها لقوة واحدة. زي ما اتقال بعضهم انشغل أو دخل في صراعات، خلافات داخلية عملت انشقاقات. مسؤولية كبيرة كانت على هؤلاء الشباب. إيه اللي حصل؟ شايفين اللي فات إزاي؟ شايفين الأخطاء فين؟ حاطين إيديهم على نقاط الضعف؟ عارفين هم رايحين فين؟ ولا
يعيشوا حالة ارتباك. هذا هو موضوعنا النهاردة. أرحب بضيوف الأعزاء الأول وبعدين أقول لكم تركاية حصلت صغير. الدكتور الأستاذ معاذ عبد الكريم عضو المكتب التنفيذي لإئتلاف شباب الثورة، أهلا وسهلا. دكتور شادي الغزالي حرب عضو مؤسس بحزب الدستور، أهلا وسهلا دكتور شادي. الأستاذ خالد عبد الحميد عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي، أهلا وسهلا. الأستاذ طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 إبريل وهو صاحب التكاية اللي حصلت في بداية هذه الحلقة. كان معي أيضا الأستاذة إنجي حمدي، الأستاذة إنجي كانت موجودة برا لكن اعتذرت عن الدخول، وأنا ما لا أبحث عن مشاكل، مشكلة أنا هجنبها علشان مش هو ده موضوعنا. إنجي اعترضت علشان قالت إنها مش هتقدر تقعد مع الأستاذ طارق لأن في اختلاف منهجي بينهم وبين بعض، إن طارق وانتقدهم علنا قبل كده. احنا عارفين أزمة حركة 6 إبريل واللي حصلت والانشقاقات اللي حصلت فيها، فرفضت رفضا تاما لأنها قالت لي أنا بشتغل مش فردي، احنا بنشتغل تبع حركة، وما لقيتش حد تكلموا من قيادات حركة 6 إبريل علشان تستأذنوا في إنها يحصل ده قرار حركة. بحترم قرارها وبشكرها إنها جت لكن ما دخلتش والموضوع اتقفل، مش ده موضوعنا. خلونا ندخل في الموضوع مباشرة. معاذ، نظرة للخلف نظرة للأمام، بتبص على اللي فات ازاي كشاب من شباب الثورة؟ في الحقيقة يعني السؤال ده سؤال يعني يحمل كثير من الألام بالنسبة لنا، لأن نظرة للخلف كان نظرة مليانة أمل. لو رجعنا ل 25 يناير 2011 وبعد 11 فبراير، كان في حلم كبير بدولة، دولة قوية، دولة يكون فيها تمثيل لكوادر مختلفة. حلمنا يكون في كسر الاستقطابات السياسية اللي كانت موجودة في السابق، الأحزاب الكرتونية اللي كانت موجودة، يبقى في أحزاب أكثر يعني حركية وأكثر ارتباطا والتصاقا بمطالب المجتمع وبأفكارها فعلا. لكن ربما بعد عام التجربة بتنضج أمور كتير، ربما بتطلعنا على الحق، بتطلعنا على الحقيقة الرئيسية، أنه في فرق قوة، في فرق إمكانيات، ربما فرق تنظيم، لكن برضو تخلينا واثقين أن احنا عندنا إمكانيات، أن احنا قادرين، ولكن محتاجين عمل أكتر علشان يبقى لنا مكان بشكل أكبر، عشان نحقق حلم الغلابة، عشان نكون قريبين من الناس، نحقق الأفكار اللي احنا دينا في يوم من الأيام نتكلم عليها والناس اقتنعت بيها وحملتها. طيب دكتور شادي، أنا هاخد من كلام دكتور معاذ وقال الأمل إن احنا قادرين لأننا غيرنا. هل القدرة تتمثل في التغيير؟ يعني أنك تقدر تغير فقط ولا أنك تقدر تغير وتشارك؟ يعني لو أغير وأنا مش موجود يبقى أنا عندي رؤية فقط، قدرة التغيير، وقدرة التغيير دي تستطيع أي قوة أن تقوم بها. قدرة التغيير والرؤية والمشاركة هي الفيصل. هل تعتقد أن الشباب اللي قاموا بعملية التغيير كان لهم الدور الطليعي في تغيير نظام في مصر، كان عندهم الرؤية ما بعد التغيير، أم أن كانت الأزمة بالفعل هو غياب الرؤية؟ هو أنا بس اللي يمكن معترض عليه شوية في كلام معاذ، هو في لهجة تشاؤمية شوية، أن احنا يعني طبعا احنا أخطأنا، كان يعني في المرحلة اللي فاتت دي كان في عملنا حاجات كويسة وساعدنا يعني على تنفيذ جزء من أهداف الثورة، ولكن أخفقنا في حاجات كتير. لكن أنا اسمح لي أجاوب على سؤال يعني بنتسأله كل حتة، في كل حتة في الشارع دلوقتي، هو أنتوا فين؟ أنتوا بتعملوا إيه؟ أنتوا ليه مشيتوا؟ أنتوا سبتوا الساحة لطيار واحد ويتحكم؟ أنتوا الثورة اتسرقت منكم؟ الكلام ده أنا يعني مش شايف أن الثورة اتسرقت منا، لاني اعتقد ان في قطاع كبير من الشباب يعني جزء من اختفائه عن الساحه ده هو لاصلاح الاخطاء اللي وقع فيها في المرحله اللي فاتت. وانا يعني بازعم ان انا يمكن ابقى من مجموعه ابتعدت عن يمكن الاعلام والشغل اللي كنا متعودين ان احنا نعمله، ولا شايف انه كان جزء من الخطا في المرحله الاولى بعد قيام الثوره، وركزنا في الحاجات اللي فاتتنا بقى، الأخطاء اللي احنا وقعنا فيها، ان احنا سيبنا التنظيم، سيبنا ان احنا ننظم نفسنا، سيبنا ان احنا نبني نفسنا على رؤية زي ما كان معاذ بيقول، رؤية واضحة وتحقق أهداف الثورة يعني، والتفتنا لخلافات هامشية سواء داخل حركات أو أحزاب.
ادت في الاخر لتفتتنا. انما في الفتره اللي فاتت اللي احنا بالذات اللي احنا اختفينا فيها دي، لا اعتقد في جهد احنا كبير. ده عدد قد ايه يعني؟ وانا بتكلم عن الشباب، احنا كنا شايفين عشرات الالاف. تمام. المسيسين او اللي قرروا يدخلوا الحلبة السياسية الف. تمام. فانت وانت بتقول لي احنا تراجعنا، انتوا عشرات، انتوا ميات، انتوا الاف؟ لا اعتقد يعني في حدود يعني المئات والالاف اللي هم كانوا في طليعة الشباب اللي كان اللي قام بالثورة، اللي كان بينتمي يعني. يمكن انا هنا بما ان اللي موجودين اعضاء الائتلاف الثوره قبل ما يتحل يعني، كان بينتمي لمجموعات اللي هي 6 ابريل وحزب الجبهه وحمل الدعم البلدعي وحركه شباب من اجل العداله والحريه وشباب الاخوان، هم دول اللي كونوا الائتلاف في الاول. الشباب دول ودول وراهم مئات والاف، وغيرهم كتير، غيرهم كتير من مدونين، من ناشطين، من جرافيتي، من كذا ومن كذا. كل دول اعتقد ان اختفائهم في الفترة اللي فاتت كان في انتظار الظهور بطريقة افضل من اللي احنا كنا فيها. احنا كنا كل واحد بيعمل بيشتغل في جزر منعزلة، وهو ده السبب الاساسي اللي عمل الفشل المرحلي، لان انا برضو مش عايز اقول ان هو لا فشل سيدوم. ولكن لو احنا تعلمنا من الدروس دي ورجعنا ننظم نفسنا صح، وده اللي انا اعتقد انا بحاول انا وزملائي يعني من الاف الشباب الموجودين في حزب الدستور دلوقتي بالذات، لان هو يمكن اكثر المحاولات جديه لاحتواء شباب الثوره، والحمد لله قطع اشواط في الاتجاه ده وتكوين كيان تنظيمي قوي قادر على انه ينافس سياسيا، لان دي الغلطه اللي احنا وقعنا فيها، ان احنا ما قدرناش نكون الكيان التنظيمي ده في خلال الفتره اللي فاتت. وفي نفس الوقت لا ينقطع عن العمل الثوري، لما تيجي الحاجه للعمل الثوري، وانا اعتقد يمكن اقرب يعني فرصه ممكن تيجي دلوقتي هو الدستور وجمعيه تاسيس للدستور اللي قد تعيد الثوره تاني للشارع بالفعل، ساعتها برضه هنبقى نلتزم بهذا العمل الثوري وهننضم ليه. مفيش آلية تانية غير عودة الثورة للشارع، بمعنى ان الناس هتقلق تاني تقول تاني وهتعملوا نفس الاخطاء تاني والدنيا تقف تاني واحنا رجعنا ورا كتير قوي؟ طب استنوا بقى، انا في جزء كبير فقد الثقة في فكرة الخروج دي انها تغير تغيير. هو اعتقد الخروج ده هيبقى كارت اخير لو حسينا ان الدستور اللي احنا قمنا ضده في 25 يناير و 28 يناير واسقطنا بيرجع بصورة اسوأ مما كان فيها. ده طبعا في محاولات كتير لازم هتتعمل من هنا لحد ما نوصل للمرحله دي، ولكن اعتقد ان يعني قطاع كبير من الشعب هيبقى عايز المره دي ننزل، علشان هيبقى خايف ان بيحس ان فعلا البلد بقى بيؤسس انها تتخطف، يعني مش مجرد ان في احساس. طب الدستور رايح للصندوق، يعني انا هنزل ليه طالما انت بتقول لي جمله ناس كتير؟ مجاز الناس كتير دي تنزل الصندوق تقول عايزين وعجبنا الدستور. والله حضرتك، هي حكايه الاستفتاء دي فيها قولنا احنا لن نقبل بدستور يوافق عليه 52 او 53% من الشعب المصري، ان الدستور المفروض يبقى فيه على توافق. لا الديمقراطيه دي في الانتخابات، ولكن الدستور هو توافق مجتمعي ومش خاضع للاغلبيه، فبالتالي المفروض حتى في اقتراحات بتقول ان يتحط قانون، يقر قانون بان الاستفتاء لازم يبقى بنسبه اكتر من 75% علشان يبقى في فعلا اقرار ان الدستور ده بيعبر عن الشعب المصري، لان الدستور جاء لينصر الاقليات وليس الاغلبيه. يحمي حقوق الاقليه بالظبط كده، فبالتالي ما ينفعش 52% هم اللي يحددوا، بغض النظر عن قضيه الدستور. ولكن التنظيم هو ده اللي انا عايز اركز عليه، هو اعتقد ان في قطاع كبير منا، وانا عارف ان يعني خالد مثلا مشارك في مثل هذه المحاولات للتنظيم الصفوف، وانا عارف طارق يعني في محاولته لانشاء حزب برضه نفس الحكايه، فاحنا حطينا ايدينا على سر الاخفاقات اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت وهو غياب التنظيم. اتمنى ان احنا نكون قادرين على يعني ان احنا نعدي العقبه دي وننظم نفسنا سياسيا، لان حتى لو نزلنا الشارع، وده اللي انا عايز اقوله، حتى لو نزلنا للدستور ده مش معناه ان احنا نسيب الانتخابات. ده مش معناها ان احنا ما ننظمش نفسنا على مستوى الجمهوريه بحيث ان احنا ننافس بمنتهى القوه على الانتخابات، او دي على الاقل يعني من خلال الحزب عقيدتنا في حزب الدستور ان هو الانتخابات اللي جايه دي بالنسبه لنا انتخابات مصيريه، فلازم ننزل عليها بكل طاقتنا وكل قوتنا، لان هي دي يعني اعتقد انها اهم انتخابات في تاريخنا. نعم. استاذ خالد،
انت صاحب تاريخ طويل يعني آدم من الشباب شوية أكبرهم سنا، وعندك تاريخ طويل من النضال من بدري قوي، بادئ من نهاية الثمانينات بداية التسعينيات ومن حرب الخليج يعني. انت كنت موجود في مظاهرات حرب الخليج؟ لا يعني 93. طيب 93 من بداية التسعينيات. انت عندك تجارب، عايزك ترصد لي. انت كان مستوقفني جدا، بص اللي ضد الثورة ضد الثورة، يعني اللي واخد موقف ومحبط وكان شايف ان الثورة دي جاية بالوبال موقفهم ثابت، لكن اللي استوقفني قطاع من اللي كان مع الثورة ولكن عنده احباط من الشباب وعنده احساس بان الشباب ده خذله. عايزك من خلال رصد كده موضوعي تقول لي هو ايه اللي حصل بالظبط. لا هو اولا انا يعني فكرة المجايلة طول الوقت انا برفضها صراحة، يعني فكرة انه الثورة تختزل في شباب الثورة انا دايما ضدها. الثورة دي قام بيها شعب كامل. تمام. كون انه الشباب يعني لعبوا ادوار طلعية وناس تقول لك هما اللي بدأوا واحنا اللي كملنا والكلام ده كله، بس اعتقد انه ده في مغالطة في التاريخ، يعني هتحسب انه اختزال الثورة في الشباب. تمام. دي ثورة شعب كامل قام بيها وبيستكملها، وانا عندي بقى ثقة في انه هيستكملها، وعندي تفاؤل رهيب انه العجلة مش هترجع للخلف، وانه الناس اللي بتسأل فين شباب الثورة، شباب الثورة كل يوم في مصنع مضربين، في مستشفى مضربين، في جامعات مضربين، علشان استكمال مطالب الثورة. الناس بقى تقول لك مطالب فئوية وعجل ورئيس الحكومة يقول عجلة الإنتاج والبلد هتخرب. أنا بقول إنه الشباب دول هم اللي دلوقتي رافعين إنه يفطط الحوق قبل العجلة. أيوة هي لازم زي ما شباب الألتراس قال القصاص قبل الكورة والعدل قبل الكورة، الشباب اللي في المصانع وفي المستشفيات وفي الجامعات بيقولوا الحقوق قبل العجل. طيب وهي دي فكرة الثورة بالمناسبة. الناس قالت تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. الشباب اللي بينزل، مش الشباب بس، الناس اللي بتنزل في المصانع عشان القيادات اللي في المصانع ولا الشركات القابضة اتغيرت، عدم اقرار حد الأدنى والحد الأقصى للأجور والتفاوت الصارخ في الأجور، الأطباء اللي بتتعرض كل يوم في المستشفيات إنها بتضرب بالمطاوي والسكاكين وعشان أقرار قانون كدر الأطباء، المعلمين اللي بيقولوا إحنا عايزين نعيد حد أدنى 3000 جنيه؟ إيه ده؟ المعلمين بيقولوا حد لا أدنى 3000. المعلمين ما بيقولوش حد أدنى 3000 جنيه، المعلمين بالظبط مطالبهم محددة، إن قدامه 3 سنين على استعداد، إنه في خطة موجودة على 3 سنين ترفع الميزانية بتاعت الحالة التعليمية في مصر، ميزانية التعليم في مصر، عشان نقلل يعني تجارة الدروس الخصوصية اللي بتكلف الأسر المصرية ملايين الجنيهات وبيستفيد منها ناس يدغنوا على حساب الأسر الفقيرة. بص مصر كلها دلوقتي في حالة مخاط حقيقي، ناس مستغلين ضد ناس مستغلين، ودي التقسيمة الصحيحة اللي لازم طول الوقت نبص لها. يعني انت بتشوف ان المظاهرات التي تتم الان والاعتصامات والاضرابات هي جزء من الثورة مستمر؟ طبعا، وانا متأكد تماما انه ما بتشوفش انها بتقف ضد مشروع الثورة اساسا، انك بتأخر، لا انت عارف تشتغل ولا الحكومة عارفة تشتغل، ان في شركات الساعي فيها بياخد 1800 جنيه وبيقفلوا مصنع 20 يوم لانه هو يجب ان يتساوى، ما بتاخدش بالك ان موظف في جامعة اسكندرية بيطالب بمساواته باستاذ جامعة وفي الكادر والا مش هيشتغل. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، في يعني ايه ما نختزلش المشهد، في مطالب اعتقد انه لما واحد بيطلبها هتبقى مطلب فردي، بس لما يبقى في اخلاف الاطباء وألاف العمال في المصانع ده مطالب جماعية. نعم. ما تقوليش إنها مش متساوية. وهنا المشهد، هنا طول الوقت رئيس الحكومة وحتى رئيس البلد دكتور محمد مرسي بيطلعوا يتكلموا على عجلة الإنتاج والاستثمار. أي انحيازات أنت بتنحاز لها من أول لحظة إنه عجلة الإنتاج والاستثمار وفين الحقوق؟
يا جدعان البلد دي قامت ليها حقوق، والحقوق بالمناسبه واضحه ومحدده. معلش كل دكاتره الاقتصاد في خطط موجوده اقتصاديه علشان نعدل ميزان المدفوعات. وانا عايز اشتبك مع حضرتك لما اتكلمت في الجزء في بدايه الحلقه خالص على القرض والدعم. لا مش شرط انه ميزان الدعم لازم يترفع. بالمناسبه في مجموعه شعبيه اتعملت من بعد الثوره مباشره اسمها الحمله الشعبيه من اجل اسقاط ديون مصر، مقدمه 10 بدائل محليه ملهاش علاقه لا بالاقتراض بالخارج ولا بتاع، لاسقاط بعض ديون مصر، ثانيا لحل المشكله بدون الاقتراض من الخارج. وبالمناسبه بس هي فكره اراده سياسيه تنحاز لصالح الفقراء وكادحين الوطن دي ضد الاستثمار المستغل، بمعنى ضرائب تصاعديه، بمعنى رفع الدعم عن الوقود اللي بيروح لكل الشركات السياحيه اللي بتستثمر ملايين على حساب فقراء هذا الوطن. المشكله الاراده السياسيه اللي ما بقتش موجوده دلوقتي. طيب. انا اللي انت بتطرحه له احترام، وانا سؤالي على الفيسبوك لغايه دلوقتي النسبه 64% بتطالب بالابقاء على الدعم كما هو، تاجيله لمده عام 9%، رفع الدعم 27%، لكن هذا ملف انا مش عايز ياخدني من الملف الرئيسي. طيب. هنناقشه. انا زي ما بقول لحضرتك، انا بالعكس انا بقول انه الشباب موجوده، ومش شرط الشباب اللي قام بالثوره في يوم 25 و28 يبقى هم اللي موجودين في المصانع والمستشفيات والكلام ده، بس اعتقد انه احنا بقى لينا دور. الناس الثانيه ديت ليها دور اللي اتكلم عليه شادي بالظبط، وانا بفرصه ان انا اتكلم. ايوه انا شاب احرض على التنظيم علنا، تمام. لازم كل ناس في الشارع في المستشفى في مواقف الميكروباصات ينظموا نفسهم عشان ينتزعوا حقوقهم. الحقوق تنتزع لا تهب، وهنا الفكره بتاعت حتى التنظيم. مع نظام جديد بعد الثوره، حتى مع اي نظام ايا كان، حتى مع في شغلي انا يعني طول الوقت الناس التنظيم هو الحل. بعد اي ثوره اذا الناس ما نظمتش نفسها، وبعد ما فكرة كاهل الأمن اللي اتشال من على الشارع السياسي، واللي بالمناسبة بيبدأ يرجع في كل التصرفات اللي بنشوفها. أنا كنت في مسيرة لتدعو للحريات النقابية من 10 أيام من اتحاد النقابات المستقلة لتحاد مجلس الشورى، ورجعت لقيت الاتنين المخبرين اللي بيرجعوا تاني بالتليفونات وبيقولوا شايلين يافطة مكتوب عليها كذا، وبيوزعوا ورقة اسمها كذا، وبيوزعوا ورقة اسمها كذا. انا كان زمان يعني بياخدوهم. طب كويس انه يبلغ بالتليفون. هو دلوقتي بيبلغ بالمناسبه. ما هي دي المراحل بتاعت عوده الدوله القديمه، وده اعتقد اللي بيعمله النظام الجديد دلوقتي. النظام الجديد لم يغير تغيير جذري حقيقي. النظام الجديد بالظبط قال للنظام القديم زيح نفسك شوية كده وخدني جنبك، بتعيين وزير. مش جنبه بقى، ما مش موجود. لا في ليه، هو لما الرئيس مرسي يسافر للخارج في رحلة للصين ويصطحب معظم رجال البيزنس اللي محسوبين على النظام السابق ده، ما بيقولوش خدني جنبك، لا بيقول خدني جنبك. هو بيقول ايه لما يستمر كل رجال حبيب العدلي في وزارة الداخلية وبياخدوا براءات في جريمة قتل المتظاهرين في ظل استمرار النظام ده، حاجات في أمام القضاء، في ظل استمرار النائب العام. لا معلش، القضاء هو المسؤول في الأول خالص. قتل يقتل فهو قاتل، وبرأ يبرئ فهو متورط، وصمت يصمت فهو مدان. وده موقف الرئيس مرسي دلوقتي، إنه صامت على كل. وبالمناسبة يوم 6/9 صدر أول حكم براءة في عهد الرئيس مرسي لقتلة متظاهرين يناير. عمل فيه إيه؟ إحنا النهاردة 21/9، يوم 6/9 صدر قرار براءة اللواء فاروق لاشين مدير أمن القليبية. حكم محكمة. حكم محكمة. أنت عايز الرئيس يتدخل في القضاء؟ لا مش عايز يتدخل في القضاء. أنا عايزه يتدخل في حق شهداء ملهاش دعوة بالقضاء، في حق شهداء معروفة إن كل الورق اللي تقدم للمحكمة مهزلة قضائية، إنه خلى ضباط المباحث يتحروا عن نفسهم. طيب
انا برضو انت بتاخدني انا عارف أنا إن المشهد واسع المشهد واسع المشهد واسع قوي فهو بياخدك بس انا مصر انه لا الناس موجوده الناس قبض على ثورتها الناس متفائله انا متفائل مش الناس متفائل انا متفائل انه الناس طول ما هي قادره على انها تشوف انها تنظم نفسها في نقابات مستقله في روابط مستقله في احزاب في تنظيمات شبابيه في تنظيمات غير شبابيه اي مجموعه تقدر ان تنظم نفسها كي تنتزع حقوقها هو المسار الحقيقي لاستكمال مطالب الثوره وللحفاظ على الثوره. طيب طارق انا هطرح السؤال وبعدين اطلع فاصل وارجع اخد الاجابه. جزء الانشقاقات هو جزء من المشهد العام للشباب من خلال تنظيمات مختلفه. سبب ده احنا لعبنا دور سيء في ده، يعني الاعلام كان جزء من اللي عمل هوس او رغبه في النجوميه، ام هو صراع سلطه، ام ان المساله فيها حاجه مش مفهومه خلت اصدقاء الامس واللي كانت صدورهم مكشوفه مع بعض ممكن نموت مع بعض تحولوا الى خصوم، حتى الجلوس على مائده واحده في مرحله بتتطلب ان احنا نقعد على ترابيزه واحده نتخانق ونختلف لكن الهدف واحد. ايه اللي عمل المشهد ده؟ هسمع منك الاجابه بعد الفاصل. ممكن؟